السلام عليكم شباب. اليوم عندنا جهاز اللي هو من شركة جست فوق C601. طبعا هنشوف مميزاته شنو ودي. من قبل شركة جست فوق نزلت اللي هي ميني فيت الصغيرونة حليوة يعني تلبق في اي مكان. عقبها نزلوا دي بعد شركة جست فوق اللي هي P16A أداهم مميز. فعندنا حين جست فوق هاي كرتونة طبعا في ألوان اللي هو أسود أبيض برتقالي أزرق والأخضر، الألوان المتواجدة بالجهاز. فالبود سعته 1.7 ملي والأوم 1.6 وسعة البطارية بتكون 650 mAh وزنه تقريبا بيكون 35.3 جرام. ونشوف محتوى العلبة شنو داخلها. هذه هي بس ان شاء الله تكون نايل كتلوز مالها تفاصيلها والشارج USB والبود مالها. طبعا حاطين على رابلة كحامي يعني اذا شحنته والله شحنته ما تبي شحنته قبل لا تستخدمها ذي يعني تقدر تستخدمه ويا هاي بود ثاني بعد بودات هم اوريدي عليهم نفس الرابلات شي سيليكون. فمثلا عندك نكهني مخبوزات عندك بود ثاني تبي شحن نكهة في كنكهات فواكه والله اي شيء فيكون عندك هذين ما يسرب والله اي شيء في مخبوك. طبعا هم متعجب من الشركة نفسها يعني اللي سوت أجهزة حلوة قبلها اللي هي ميني فيت ويا ذي اللي هو P16 سوت الجهاز ومع ذي هذه الوارة اللي موجود هذه حق شنو يا جماعة ان اذا انت تمشي يعني تخلي في السير في الحزام مالك اي مكان تقدر تعلقه كذي هذه معلق. فانا شفت عنها قبل دعاية ان هذه كانوا مسوينها حق الرياضيين اللي يجرون وذي يسوون رياضة والله يمشون مسافة طويلة فهم يقدرون يستخدمون هذه ويعلقونها في اي مكان رقباتهم في فانيلاتهم في السروال تركسوت اللي لابسينه في اي مكان. فهني بصعوبة وايد اذا تنازل تحت من وراء ينفهق هذي انت لما تستخدم ذي طبعا 5 طاقات يشتغل الجهاز. فشو مستخدمه هل هو مستخدمه هالطريقة والله بطريقة ثانية يعني بعرف الشركة يعني ايش فكرت فيه بالضبط. فهل هالطريقة بيكون اسهل واحسن فخلونا نشحن البود
ونتأكد شنو الميزات، شلون أداء الجهاز نفسه. أنا طبعا حسب الريفيو اللي شفته أنا في اليوتيوب قبلي، شفت إنه واحد شحنه اللي هو 3MG يعني نكهة عادية، فقلنا خلنا نجرب هاي النكهة، وايد عجبتنا خلنا نجربها نتأكد منها شلون أداها. طبعا هاي الفاتحة حق تعبي البود، وهذه الفاتحة حق التعبية حق عشان لا يصير هواء داخل، يصير ضغط أثناء التعبية فيكون عندك ما يسرب برا. البود شكله عجيب، فنركبه في السيستم نتأكد شلون أداءه فرد لكم. فهو أول ما تعبي فخلى على كم دقيقة بس عشان يشرب القطن اللي فيه، يشرب النكهة اللي حطيته. فالجهاز متواجد حاليا في ويب كلاب على شارع المعارض ضمن الجوازات، فأول محل هو اللي نزل الجهاز. فطبعا أنا ما خذيته من عندهم، طالبة طلبي من برا، فوصل عندهم قبل لا يوصل عندي، فمفروض يوصل عندي بيوم قبل بس تأخر في الشحن. فأنا شفته عندهم في الانستغرام أنه موجود عندهم، نتأكد من أداءه شلون، التركيبة قوي يعني ما يطلع بسهولة. لكم إني حق الشحن حق تشارج، طبعا هو الليت الإضاءة البيضة هي بتكون حق إنه ما فوق 70، ومن 30 لـ70 بيكون إضاءة زرقاء، ومن تحت 30 بتكون إضاءة حمراء. فحاليا هي تشع باللون الأبيض. خلنا نتأكد من أداء شلون، نخبركم إن شاء الله. والله يا شباب شو أقول لكم، أنصحكم بالجهاز، ترى أعطاني طعم، وطعم النكهة عجيب عجيب، شيء عجيب، شيء ما تصورون. أكو قدامكم أنا عبيته 3MG، 3MG يعني تقدر تستخدمون الجهاز 3MG حتى لكم في 6-12 ورايح لحد السولت نيكوتين اللي موجود عندنا في البحرين. فالشباب ما قصروا، بعضهم اللي ابدعوا وسووا نكهات، طبعا في نكهات اللي هي سولت والعودية نفس أخ عزيز علينا بحور أبدع في النكهات، ونكهات اللي عنده وايد ممتازة وجيدة، والله يعطي العافية، وحنا نتمنى له التوفيق بعد. فتحياتي لأبو نايف بعد أخونا عزيز علينا. فأنصحكم يا شباب هالجهاز أداء وايد زين.
راح أخبركم في الفيديوهات الثانية إن شاء الله أن هل هو البود مال نقدر نبدل قطن ولا نقدر كم مرة نقدر نعبيه ونستخدمه وكم نقدر نبدل كويل ولا شنهم. فكله إن شاء الله فيديوهات الجاية بنخبركم. الله يعطيكم صحة وعافية، ونتمنى من كل إخواننا البحرينيين وشبابنا البحرينيين اللي ابدعوا نتمنى منهم الأفضل ورفعوا راية البحرين. واحد يفتخر أنه يمشي أن شباب البحريني رافعين راسنا وابدعوا في أشياء، في نكات، في أجهزة، في أوتومايزر، هالسوالف. والله يوفق الجميع، أتمنى التوفيق للجميع.